اصابته بالعين وشعره عم يهون. انت جارك كثير حسوده. لبنستشن ما عرفتوا تحكوا ما شاء الله، يعني احكي ما شاء الله. جارتنا رجلي راحت بسبب الجاره. يي رجل زين كس يا زونو زين، كانه بابا تاخر. صار المساء وينه لهلا؟ تاخر مو؟ تاخر كثير. اي والله زين تاخر. ايه الباب؟ ها اجى بابا بسرعه بسرعه. وانا عم قول تاخر لهلا ما اجى. اهلا وسهلا. ليش لهلا؟ مين هدول؟ بسم الله. مين هدول؟ هدول جيران الاجداد تحت اجوا بس لسه ما وصلوا الكهرباء. تمام. شلون جيران الاجداد؟ يعني الجيران هدول اجوا جداد على البناء وما في كهرباء ببيتهم؟ بدي اروح اساعد الزلمه بالكهرباء. يعني انت بدك تروح لعند جوزها الدنيا ليه؟ بالكهرباء. طيب ماشي، يعني هم راح يضلوا عنا؟ لانه ما في كهرباء تحت. لا تجي الكهرباء يعني؟ اي ماشي ماشي. يلا يعطيك العافيه. هي اجوا تعالوا تعالوا بالغرفه تعالوا تعالوا. امشي امشي لك امشي. اهلا وسهلا جارتنا. اهلا وسهلا. اتفضلي 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 اقعدي. يي هاي بنتك لا يكون. بسم الله. اتفضلي نظيفه. اتفضلي نظيفه نظيفه الكنبايه جارتنا. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا حبيبتي. وما له سهلين. يي بتمزح. اهلا وسهلا خالته، دمك كثير خفيف. ايه والله ايه والله. شايف يا زنو زين جارتنا دمها كثير خفيف. ايه والله. وريني ايه شو تحبي نضيفك؟ هلا انتوا صرتوا جيراننا يعني؟ ايه والله بس بيتنا مو نفس بيتكم. ليش؟ جديد بعرف بيتكم كثير حلو. يي جارتنا بيتنا حلو يسلموا بس شوي عتخف خفيف ده شوي. ايه جارتنا كثير خفيف الدم. ايه بيتكم كثير حلو مثل مو مثل بيتي اللي معفن. جوزي ما بيشتغل، انا بشتغل بحوصة الدراج. اي جارتنا ان شاء الله ما شاء الله. ايه بيتنا حلو ان شاء الله. الله يطعمك بيت احلى منه مو ماما. احكي امين احكي امين. ايه اول بيتكم تطلعوا من البيت على بعض. شو جارة؟ شو تحبي نضيفك بما انه هلا اجيتي؟ اهلا وسهلا. كثير بدك بنتي كولا؟ كولا؟ ايه ماما على السريع خلينا نجيب لهم كولا. تكرم عينك. ايه ايه تكرم عينك جارتنا. فوت فوت ماما. يا الله ماما ليش الجارة عم تحكي؟ صوتها غريب. عم تخفف دم. ايه ايه شكلها خفيف الدم ماما. عيب خلينا نعبي لهم كولا. يلا ماما صبي لها. ايه هي عم نعبي لها. هي الجارة مبينة كثير خفيف الدم. يلا يلا يا زين ماما. نورتينا. ايه ايه نورتينا جارتنا. اهلا وسهلا. شو عم تعملي جارتنا؟ نظيف نظيف. اهلا وسهلا. جيب الطاولة جيب الطاولة جيب الطاولة لجارتنا. قد ايه خفيف الدم يعني ما شاء الله عليكي. نظيفة نظيفة. يي جايب لي كولا من لونك. من لونه؟ لا تزعل من لونك انت كمان. من لون كنت يا شو؟ بدك لابس حبة السمسم. عم تمزح ماما جارتنا. اقعد اقعد. اهلا وسهلا نورتينا شرفتينا. اهلا ماما ليكي الكاسه مليانه كولا. والله كاسات الكولا مليانه. اوه كاسات حلوات يعني. يا الله شعوركم فجانين بحياتكم اول مره تشوفوا كولا. لك يا زلمة وطي صوتك شو عم تحكي قدام جارة. صحة وهنا جارتنا ان شاء الله. الف صحة وهنا. ليش هيك عم بتعبوا الكاسات كثير كولا؟ مو اصراف وحرام. يا بسم الله شو صار بالكولا؟ يطلع من عينك انت واولادك. بسم الله. والله يا والله الكولا يا مال بسبب انت واولادك. لا جارتنا والله ما كانت عم تفول الكولا. بسم الله. ايش ده صرخ؟ ايش ده صرخ؟ ياه يطلع من عينك يا جردون انت وياه. لا والله جارتنا ما كانت عم تفول. على مين؟ شيل شيل ماما شيل. ما كانت عم تفول. اي والله جارتنا. بسم الله. شلون هيك؟ لا تكب لا تكب لا تكب. حط حط حط. والله جارتنا ما كان فيها شيء الكولا. يا ربي. يا الله ش... هاي الجارة حسودة. لك لا انا ماما لا تحكي هيك. يا ربي ماما الجارة حسودة. شيلي الكولا ماما. شيل شيل بسم الله. شيل 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 ماما. جارتنا حقك علينا. ما بعرف الكولا شو صار معها فجأة. طبعا حقي عليكي. والله ما كانت هيك صح ماما؟ كله من عين ابنك صار من عين. لا لا اقعد لا ترد جواب. عيب ماما لا ترد جواب. لانه انت ما شربتوها. جارتنا حقك علينا. حقك علينا والله والله. حقكم علينا حقكم علينا. طبعا حقي عليك. كم مرة بدي اقول لك؟ ماما عندهم
بلاي ستيشن؟ شو يعني بلاي ستيشن بقى؟ أعتقد بلاي ستيشن تبعنا. البلاي ستيشن لا لا يا حرام انكسر. خلاص خلاص بتصعده عادي بتصعده. ايه ايه هاتو يا بسم الله. يا شلون وقع على الأرض؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يا ما تشتغل كل من هاي الجرأة. لك عيب ماما هاي الجرأة أول مرة تفوت علينا. أول مرة تفوت علينا لا تحكي هيك. شيلوا شيلوا خلاص شيلوا شيلوا. بسم الله عن جد شلون وقع على الأرض حتى حطوا هناك. يا ربي ماما بلاي ستيشن تبعنا. يا عمي أنت بسم الله ما تشتغل. بس ما تقولي شلون وقع. يا ربي بسيطة ماما مش الحين. يا ربي ما بعرف شلون وقع والله. اهلا وسهلا جاي. شو قصدك؟ يعني نحن صبناه من العين؟ لا ابدا لا ما. ابدا ابدا لا انتوا صبتوا. خذيه بنتي خذيه عم بيحكوا عليه خذيه لاريكا. يا ربي شو يا ربي شو هالجرى؟ يا ربي اساسا انكسر انكسر كله من عينها. عن جد عم اصدق كلامك لانه هي حسوده. اول شيء جارتنا خلص مبروك عليكي مبروك. شو جارتنا كهربتكم ما زبطت؟ روحوا على خمس ساعات يعني بدك اياها تصير بسرعه. حبيبتي لا ما زعجتينا ابدا. بس نحن شوي رايحين هلا يعني تسلينا. تمام خمس ساعات يا الله على هالجارت. افتح افتح شو منها خمس ساعات بدك تضل. يا ربي مشي مشي بنتي شوفي بيتها شو ضاوي 15 ضو بالصالون بس. ايه والله بتجي يا فاتوره الكهرباء حتى بيتهم كله مو بس الصالون. ايه ماما لون بيتنا كمان نحن هيك. ابوكي ما بيشتغل. ايه انا ايش بدخل. يا ربي على هالليله لك شو هالجاره عن جد انا خايفه منها. ايه ايه عن جد انا خفت يعني يا ريت بابا ما جاب لنا هالجاره وساعدهم. الساعه 1 لا يضل. ايه ايه يا ربي منهم هي وبنتها. بسم الله لا شو صار بالضو؟ شو هاد؟ ليش شو صار بالضو؟ بسم الله بسم الله الضو جرت جرت بسم الله جت جت لك. شو عم يصير شو عم يصير شو عم يصير بسم الله شو عم يصير بالضو بالبيت؟ كل معفن وملبوس. بسم الله بسم الله شو صار شو صار بسم الله شو صار بالأضوية تبع شو صار بالأضوية تبع البيت بسم الله ما بعرف لو نطلع. بسم الله بسم الله شو صار بالضو البيت؟ والله الأضوية كان ما فيها شيء. بسم الله لا لا ما عندهم قطعة لا بسم الله شو 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 تعب تعب على جنب عن جد أنا خفت شو ماما تعب. لا لا شكلها ضبطت الكهرباء. بسم الله شو صار للأضوية بالبيت؟ خيرا شو صار والله جارتنا أول عينك أنت ولا الصلاة الكهرباء. والله الأضوية عنا شغالين ما فيهم شيء. يعني شو قصدكم نحن؟ لا فهمتينا غلط. قصدك نحن؟ فهمتينا غلط. امشي ماما امشي امشي. لا أهلا وسهلا أهلا وسهلا جارتنا. والله من عينكم خرب الضو تبع البيت. ايه والله يزن كل ما يطلع على شيء يخرب. ايه كسر البلاي ستيشن وخرب الضو وخرب كل شيء. والله هي جرحة سودة ما تعرف تقول ما شاء الله سبحان الله. الله على هالكرم شو صار شو جارتنا؟ ابنك لقليل ادب عم بقول علي حسودة. ونحن هيك سوينا بالكهرباء. لا ماما شو حسودة ما حسودة. انت ابدا مانك حسودة جارتنا. ايه ابدا معك حق. ايه ابدا ما نكون حسودين. ماما لا تعلي صوتك. انتوا عم تحكوا ما شاء الله على كل شيء. لو الكهرباء تزبط عندكم وتروحوا ترتاحوا مو لانه لقلتوا اول يوم اكيد تكونوا تعبانين. ما صارت الكهرباء ليه عم تقلعينا من بيتك؟ لا نحن حكينا انه نحن حكينا انه انت نقلتي اليوم. تكوني تعبتي مو انت نقلتي اول يوم. ايه جارتنا عادي هون بسطح. ايه يا ربي على هالجاره شو حسوده عن جد ابدا ما ارتحت لها لا هي ولا بنتها. ماما يزن زين خذوا المصاري روحوا على الماركت مشان تجيبوا اغراض اللانش بوكس. يلا حبيبي قبل ما يسكر الماركت. يلا ليش انت بتبعتي يوم بالليل لحالنا على الماركت ما بتخافي لا يضيعوا؟ انا ابني قد الشنطير وبضيع. شلون هن ما بضيعوا؟ شلون ما عم بيضيعوا اولادك؟ ها جارتنا ما شاء الله عليهم اولادي ولا اولادي ما يضيعوا يروحوا على الماركت على طول ويرجعوا. حلو بروح بس انت بتضيعي. ايه ايه ماما
يعني ما بطيع. ايه يلا ماما روح روح. بسم الله عليها ما تعرف تحكي ما شاء الله. ماما لا تضيعوها ماشي. اساسا انتم بحياتكم ما ضعتوا ماشي. دير بالك حالك، جيب الاغراض وتعالوا. يا عمري عن جد ما بعرف شو رح تحكي، حتى عيونها تخوف لهالجارة. لسه اولادك يضيعوا؟ وليش اولادك ما يضيعوا؟ ليش اولادك ما يضيعوا؟ بسم الله بسم الله من عيونها. امسكوا ايدين بعض ماشي. ما شاء الله عن جد ما تعرف تحكي ما شاء الله. جيبوا اغراض اللانش بوكس مش هالمدرسة، رايحة اقعد معها يا ربي منها. بسم الله من عيونها قال. ايه ليش اولادك ما يضيعوا؟ اللي عليها زين. نحن اول مرة نضيع، كل الماركتات مسكرة. شلون جبتنا على هذه الحارة؟ شو؟ كلنا مسكرين، شو هسوي؟ يا الله شو رح تعال شلون رح نيجي على البيت على هاي الحارة؟ شلون؟ ما بعرف. يا ربي يا ربي. أهلا وسهلا. والله الأولاد تأخروا، أول مرة يتأخروا لما أبعتهم على الماركة. طبيعي بضيعوا. لا لا تحكي هيك، لا هن ما يضيعوا. بضيعوا ضاعوا يعني مو؟ لا لا هن ما يضيعوا. لا لا بعيد الشر. يا ربي شو هالجيران شو هالجارة. الفات شوفي. ألو ألو، راحوا على الماركت؟ هم الأولاد على طول يروحوا على الماركت ويرجعوا. شلون لهلا ما رجعوا؟ شو دخل الجارة الحسودة بالولاد هلا؟ أنا ما فهمت وين الولاد؟ ماشي ماشي يلا. شلون؟ ما بعرف. مش عارف. وين راحوا الولاد؟ عطولهم يروحوا على الماركت، بعمرهم ما ضاعهم يا ربي. بعدين شو دخل هاي الجارة الحسودة؟ يا الله وين راحوا هلا؟ فين بدي ادور عليهم؟ فين يدورون بهذا الشارع؟ يا زين؟ زين شو عم تسوي؟ ما بعرف نطلع الماركت نجيب اغراض لانش بوكس. طيب ليش لهلا؟ كل الماركتات مسكرين الجنة على الحارة تضعنا. طيب يا زين طول عمرك تروح على الماركت، شلون يعني ضعت؟ هسي طلعوا على البيت بدي اروح اساعد جوزها هالمرة مشان اضبط الكهرباء. روح. قال حسد ما حسد وحكي فاضي. يا ربي لا استنى هالولاد. يا الله لك وين راح؟ ماما وينكم عمري؟ ماما كنا بالحارة ماركتات كله لسه. بسم الله كله من هالجارة الحسودة. لك هي صابتكم بالعين يا ربي. فوتوا فوتوا ما تحطوا هون. تعوا تعوا تعوا. وحكيت لبابا انه هي جارة حسودة. قال شو هالمسخرة؟ ما في حسد وما في شيء. تعي تعي يا ربي. فوتوا 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 ماما فوتوا. جيتم وعساس ضعتوا وامكم بتقول ما بتضيعوا. فاكرة اولادة اينشتاين؟ ما بعرف. دخلت اول مرة. ايه عن جد اول مرة يضيعوا. اقعد اقعد ماما. شو قصدك يعني انا صبتكم بالعين يا جردون؟ لا لا شو جارتنا اجينا. اقعد ماما محا. اهلا وسهلا نورتينا. من لما اجيتي كل شغلات حلوة عم تصير معنا. عندك شعر سبل وحلو؟ شو شعر حلو؟ شو يا الله شعري يا بالأمل يا مأملين. شو؟ بالأمل. ايه مأمل صابته بالعين وشعره عم يهر. يا الله كمان مأمل كمان. يا الله بالكوة. صح ماما صح ولك. يا الله يا عمري شو صار؟ شعرات رحم. يا الله من هالجورة. تمام تمام خلص. شعر أمير أو ملك. خلص ماما خلص. ما شاء الله ما شاء الله. احكي ما شاء الله جارتنا، يعني لما بدك تحكي عن شيء احكي ما شاء الله. بنسى حبيبي. ايش قصدك؟ ما قصدي شيء بس احكي ما شاء الله. عيب عيب عيب. يعني عيب انتوا احكوا ما شاء الله مو ماما؟ سبحان الله. جارتنا احكوا تبارك الله. عن جد عن جد. وكمان هذا ما عندنا. ايه والله حبيبتي قويه ونفس ولادك تقولي عم تصيبكم بالعين. انتوا عم تصيبوا حالكم حالكم. اذا حكيتوا تبارك الله وما شاء الله ما رح يصير شيء. نحن كمان مدامنا حبيبتي. انت ولادك. لا الله الله. يا زين اخوك نايم روح جيبه صحي. لا نسيت الولد. اقعد. نحن قال ما نحكي ما شاء الله ما يعرف. اهلا وسهلا. عن جد ما تعرف تحكي ما شاء الله حتى. نعم انت اول شيء جارتنا. اول شيء انت بابا هاتك تقول
لا عم نحكي انه ابني نايم. لا عم نحكي انه ابني نايم. نسينا انه نايم. ما بعرفك. صح النوم ماما. اجت جارة جديدة هي وبنتها، سلم عليها. والله بسم الله. عينك عينك وانت وعينك. قولي ما شاء الله. قولي ما شاء الله. بسم الله عليك. بسم الله. جارتنا انت احكي ما شاء الله، يعني ما تخسري. انت ليش تنقول يعني؟ بسم الله. يعني انتوا تعال تعال اقعدوا ماما اقعدوا. هاي جارتنا. صحنا حبيبي رؤوف يا عمري. صباح الخير. ماما طلعي شقد بحبه بحر. انا واخوي على طول نتقاتل وبنمسك شعر بعض وبنعيط. ما شاء الله من عينها. ان شاء الله على طول تضلوا تحبوا بعض. لك لا لك لك ماما. بسم الله بسم الله ماما. بس شو بس بس بسم الله بس بس بسم الله. شو صار شو صار يا جارتنا؟ ايه جارتنا احكي ما شاء الله. والله يعني ما حكيت عم تحكي حبوا بعض يعني خلاص عيب يعني. اولادك قرود قرود. شو صار؟ بسم الله بسم الله. ليش هيك ضربتوا بعض ماما؟ صح صح يا عمري. شو صار للاولاد؟ صح احكي احكي ما شاء الله جارتنا. والله ما رح تخسري شيء. يلا الاولاد قرود وابشع كولا. نحن كولا نحن احسن منكم. نحن ما نحسودين مثلكم. مو شو شو رحنا حسودين؟ بتضب اسمك ولا بتضب؟ لا لا يا زن رحت علينا. لا جارتنا كولا. لا انت خلص عيب ماما عيب. هي جارة ما يصير هيك تعمل. الله لا يروينا. لا طلي بنتي اساس الترباية فيا مو نفس ضل القرود. والله ماما لا تريد. عيب عيب. وشايفها متصب العين. عيب تحكي مع الجيران. خلص مش ما واحد منهم مربي كلهم بيضة فاسدة. ماما بتروح لخوفك. العرف بلدي ماشي. روح روح ماما. قليل أدب. لا جارتنا انت فهمتي غلط. بس لو تحكي ما شاء الله يعني يكفي. بس انه اولادك انت تعلمينا علمي حالك انت ماشي. لا روح جيب لكم مي ما شاء الله. قد ما عم تحكوا اكيد نشف الحلق تبعكم. ايه كثير كثير. ايه ما هلا هتجرش. ايه تكرمي تكرمي. هلا هتجرش بس يا ربي على هاي الجرش وقدها حسوده. يا ربي تروح على بيتها احسن شيء اغني. سوري لان ما دي هيك صنع لايك دش لايك باندانانج. ماما انا رايحة الحمام. روح حبيبتي اعتبر البيت بيتك وعاد. اصلا تتسكري بدي اوصل سندي. انجي انجي. انا ليش صوتي مو حلو؟ هو صوته حلو؟ بي سريم اشكال اولايب. ماما حقي. شوفي ماما حقي. شو صار؟ شو ما تعرف بس كنت عم اغني وحلقي بلش رجع. بسم الله عليك تاتا كنت عم اجيب لهم مي. شو صار لك ماما؟ شو صار لصوتك؟ شو صار شو صار ماما؟ ماما شو صار لك؟ اشرب اشرب مي. اخوي شو صار؟ يا شو صار؟ اشرب 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 مي يا عمري. شو صار؟ بسم الله يا رب. شو عم يصير معنا اليوم؟ شو عم يصير؟ بسم الله. اشرب اشرب مي. ما بعرف ما بعرف. انت كنت عم تغني بالغرفه صوتك بيقرف نفس صوت البغبغه. مش هيك صرت تقح. هذا الله مو تقتلت معي. اشرب اشرب مي ماما. بالله يا صوت ما الدنيا كنت صرعت العالم. يعني رحت على الحمام ولا سمعت صوته بقرف. ما عرفت تحكوا ما شاء الله. يعني احكي ما شاء الله جارتنا. يعني كم مره بنحكي؟ لا انت ما بتلاقوش ما شاء الله. ما شاء الله. اشرب اشرب ماما مي. هلا هلا تتحسن. يا رب تزبط الكهرباء ويروحوا على بيتهم. يا ربي جارتها عم يجيب لك مي. عم يجيب لك مي. ما بطاقة منك ما في الزحلفة. السلحفة وين راح جارتنا؟ شوفي رايحين نشوف الكريدور. جبت ماما. جبت لها مي؟ ايه. وين جارتنا؟ اتفضلي هاي المي. تفضلي هاي المي. صح وهنا جارتنا. شوفي ما شاء الله صورت ماي. يا جارتنا جارتنا
جايب لك كذا زنخه عن جد بسيطه ماما مستحي يا الله شو يا الله بسيطه جارتنا جارتنا شو بدك انت شو ماما شو المصاري تصيري لي كل هالمصاري لولد صغير انا امي شو الخبر هاي المصاري يا شنو خط المصاري شو الله لا تردمتي علي بسم الله بسم الله لما كان بعمره كان يروح على الشغل مو نفسه ما يمسك مصاري تفضلي على الصالون جارتنا والله بلا ما تضلي بالكريدور يا الله شلون ايش الخط المصاري بسم الله شنو خط المصاري ما بسم الله يا ربي والله ما اقدر خلص خلص مسح مسح شعلاتك مسح شعلاتك لنرجع نقعد معها هلا بابا رح يعصب رح يقول انه ضيفه يلا يلا بسرعه ماما زين ماما فوق عند الدرج في غراض جيب لي اياهم وتعال ماشي ليش بيتكم طابقين وعنكم درج انا بيتي بس غرفتين وصالون شوفي ابنها شو عم بيمشي بسرعه انت تعلمتي المشي عمرك 10 سنين وهو عم بيمشي بسرعه ما شاء الله اجادتنا قولي ما شاء الله ايه زين زين شو صار شو صار ماما شو صار عربيه ما الله منها لك يا الله قالهم اطلعوا برا اكيد كهربتكم صارت يعني جارتنا ما شاء الله ما عم برا طلعي برا انت وبنتك ما راح اسالك يا انت جاره كثير حسوده انت الحسوده لك روحي على بيتك روحي تضربي منك لبنتك جيران حسودين تضربوا اطلعوا من اطلعوا من كل البنايه لا عاد تجوا اطلعوا روحوا انتي بنتك كثير حسودات طلعوا برا ماما رجلي راحت بسبب الجارة يي رجل زين انكسرت يا ربي كله من هاي الجارة الحسودة يلا يلا سلامتك سلامتك زين يي الباب عم يندق تعا استنى يي بتحتضع خلينا نفتح الباب تعا اتركه يي رجله انكسرت لزين بسرعة بسرعة امشي افتح الباب نشوف مين افتح الباب يا زين الفت شو صاير ليش مقلعينها؟ لو بتعرف شو صار معنا شو؟ شو صاير ليش مقلعينها؟ زين الرجل زين انكسرت بسبب الجارة شو هالحكي الفاضي يعني هي كسرت وخرب الضوء بالبيت وصار كثير شغلات معنا بسببها بلا وبلشت تحكي عليهم عن جد شغلات عادية يعني والله والله شوف 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 ليك شوف شلون رجل زين ما هذا شيء ما خرب بالبيت بسببها يا ربي ليك مو بسببها هذا حكي فاضي شو بلا وعم تغلط وصارت تحكي كلام كثير بشع عليهم يا ربي بس لا حول ولا قوة الا بالله عن جد لا بابا ساعدهم العالم بس اذا كانوا حسودين لا تساعدوهم عن جد ساعدوهم وقول لهم الله معكم ايه خلص احنا ما راح ما عاد نساعده مره ثانيه واذا حبيتوا فيديو اليوم ما تنسوا تحطوا لايك تشتركوا بالقناه خلوا بالكم باي.